الحكومة أيضا المحلية والحكومة العراقية أنه الإسراع بتشكيل الحكومة والتآخي بين السياسيين والاندماج الحقيقي لتوفير مثل هكذا مناسبات وحتى يعم الأمن والأمان والسلام بين ربوع الوطن الحبيب، هذا الوطن الذي عانى ما عانى، الوطن الجريح طبعا. فهي دعوة حب ودعوة محبة ودعوة صادقة من أبناء العراق وأبناء واسط بالخاصة للحكومة القادمة، وهي الإنصاف للشعب العراقي، هذا الشعب المظلوم. أوجه رسالة للسياسيين على التآخي والتعاطي والحب، ينشرون المحبة بين الناس، يشكلون يسرعون تشكيل الحكومة. واليوم واسط أمان وملأد للمحبة، وإن شاء الله يسعد كل الناس. ندعو جميع الأطراف السياسية وندعو كل الجهات الحكومية في محافظة واسط إلى اتخاذ ما يلزم من أجل الوقوف مع الطبقة الفقيرة والارتقاء في مستوى الناس. طبعا اليوم احنا شيء اكيد يعني ندعو من السياسيين الى توحيد الصفوف وتشكيل حكومه باسرع وقت، لان تاخير الحكومه ادى سلبا على حال المواطن الواسطي خصوصا بكل الاطياف مالته.